شارات سوداء ودقائق صمت في الملاعب الإنجليزية، ونجوم مصر يدعمون تريزيجيه وأصداء الكلاسيكو الإسباني. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. آزر نجوم الكرة المصرية أمثال الحضري وميدو والنني وحجازي مواطنهم مهاجم أستون فيلا محمود حسن تريزيجيه بعد تعرضه لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي، مما يعني أن موسمه الكروي انتهى مع الأسف. وفي أول تعليق له بعد الإصابة قال تريزيجيه: الحمد لله حين نرضى بالقدر، والحمد لله حين نفرح، والحمد لله حين نحزن، والحمد لله حين نمرض. في لقطة سرقت الانتباه خلال كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد وانتشرت بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر نجم برشلونة ليونيل ميسي وهو يرتجف بسبب الأمطار والبرد، ما دفعه إلى تبديل قميصه بعدما أصبح مثقلاً بالمياه. من يظن أن لوكا مودريتش شخص هادئ ومسالم ربما يغير رأيه بعد هذه اللقطة، حيث ظهر مودريتش وهو يسخر من مدافع برشلونة بيكي الذي ذهب ليتحدث مع حكم المباراة. مودريتش قال له: إلى أين ستذهب لتحتاج كالعادة؟ ليرد بيكي: 4 دقائق فقط وقت بدل محتسب، غير معقول. ليعود مودريتش ويقول له: كم تريد المزيد من الوقت؟ بسخرية بالطبع، ليتركه بيكي في أرضية الملعب. وقف نجوم الرياضات المختلفة ومن بينها كرة القدم في إنجلترا دقيقة حداد احتراماً لوفاة الأمير فيليب مع وضعهم إشارات سوداء، كما تم تنكيس الأعلام. وكان الأمير فيليب توفي عن عمر يناهز 99 عاماً بعد صراع مع المرض.